معايا مداخلة الأستاذ إسلام منصور، وهو بيقول إن هو أحد ملاك مصانع الطوب هناك، وهو شاف الحلقة وحب إن هو يعمل مداخلة، وأكيد إحنا نرحب بحاجة زي كده. الأستاذ إسلام، أهلا بيك، اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهوا، ألو. أيوة اتفضل حضرتك. حضرتك هو بيتكلم على المناطق، مصانع الطوب. أنا عن نفسي عن طريق مصانع الطوب في سنة 88 أو 87 طلع قرار ان المصانع اللي في الارض الزراعيه تتنقل في الجبل، وبناء عليه حددوا منطقه عربه مساعد ان هي تبقى منطقه صناعيه. فالمصانع اللي كانت في الارض الزراعيه اللي كان عشان التجريف فاتنقلت كلها في المنطقه دي. ايوه. وبناء عليه كله اشتغل في المنطقه دي ونقل عليه. جينا في سنه 2011 في عز المصانع والثوره ومفيش شغل في البلد والدنيا كلها واقفه، كل مصنع دفع 1,000,000 جنيه عشان يدخل الغاز الطبيعي. يعني حضرتك كده عندك كده غاز طبيعي؟ دلوقتي. انا شغال غاز طبيعي ودافع 820,000 جنيه سنه 2011 او 2012 عشان خاطر اشتغل غاز طبيعي مش مازوت. مش مازوت. ودفعت والغاز كده كده دلوقتي مش متوفر. يعني احنا شغالين قديمنا سنه وشويه والغاز مش متوفر. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ اسلام، بما ان حضرتك يعني صاحب مصنع طوب، هل كل المصانع المجاوره ليك اللي هي بتاع مصانع الطوب عملت نفس اللي حضرتك عملته ودخلت الغاز الطبيعي بدل المازوت ولا لا؟ 98% من مصانع الطوب اللي في منطقة عربة وساعات شغال غاز طبيعي، واللي شغال مازوت واقف. اللي شغال مازوت ايه؟ مبطل يعني مش شغال. واتوقف. ما دخلوش الغاز مش طب شغال يعني. تفسر بإيه حضرتك، يعني بتفسر بإيه حضرتك نسبة التشوهات العالية جدا للأهالي وللأطفال وللأجنة في المنطقة دي، تفسرها بإيه حضرتك؟ أنا التشوهات أول المنطقة، أنا أصلا يعني الأخ اللي كان قاعد أنا معرفوش هو من أي منطقة بالظبط. بس هو المصانع كلها اللي في عرب وساعد شغالين غاز طبيعي كلها، او 98 او 99% منها شغالين غاز طبيعي، وكل مصنع دفع حوالي من 700 ل 850 الف جنيه عشان يدخل غاز. هو يا دكتور لو المصانع شغاله بغاز طبيعي ممكن يحصل تشوهات للاهالي؟ لا، الغاز الطبيعي بيكون مشاكله اقل في الاحتراق. هو بيتكلم الاستاذ على ما يتعلق بالمازوت او كده. هو بيقول لك هو خلاص مش شغال بالمازوت ودفع مبلغ كبير جدا عشان يشتغل بالغاز هو الطبيعي. المصانع كلها مش شغاله. خليك يعني معانا. يا استاذ اسلام ارجوك بتتكلم على، مش بتتكلم على الطوب بس، احنا بتتكلمي على عدد معين من المصانع الاخرى، منها الاسمده ومنها الحاجات دي كلها، مش الطوب فقط. مش الطوب فقط يعني. يعني مصانع الطوب اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي هل ممكن يكون بتعمل ضرر للاهالي ولا لا؟ طبعا الغاز الطبيعي احتراقه اقل في المشاكل. ما هو مش شرط المشاكل تكون جايه من حكايه الاحتراق ده بس، في مشاكل تانية. احنا بنتكلم، احنا مش بنتكلم حضرتك، بنتكلم على مجموعه من المصانع وليس مصانع الطوب فقط. مش ما انا فاهمه. احنا بنتكلم كلام عام، مش بنقصد مصنع الراجل ده ولا كده. ده هي المنطقه دي يا استاذ ناس فيها الحديد والصلب، قبل احنا ما نروح نعمل المكان ده، والمكان ده الحكومه اللي حددته مش احنا اللي حددناه. انت لو سمعت كلامي من الاول اللي انا تتبقى قلت الاول اللي حاصل من الاول، من سنه كام حصل ايه، ومن سنه 1900 عملوا أنا كذا. انا حضرتك. مش المقصود بيها ان المصنع بتاعك، انا بتكلم على تسلسل تاريخي للقصه. لكن اقول في الاخر وصلنا لكوكتيل من المصانع مختلفة. مش محدد مصنع حضرتك ولا لا، مصنع احنا ما بنتكلمش يعني عن مصنع حضرتك بالخصوص يا استاذ اسلام، احنا بنتكلم على مجموعة المصانع اللي موجودة هناك. والمصانع اللي موجودة هناك ما هياش مصانع طوب بس، في مصانع طوب وفي مصانع اسمدة وفي مصانع علف، في انواع كتير من المصانع. فاكيد كمية المصانع الموجودة دي عمل ضرر كبير على الاهالي اللي موجود هناك. فاحنا عاملين الحلقه دي عشان نوري للراي العام ونقول للمسؤولين ان في هناك اهالي مضروره، فايه الحل؟ لازم يكون موجود في حل. ولكن احنا مش بنتهم حضرتك كشخص. احنا مشكورة جدا على مداخلة حضرتك الاستاذ اسلام منصور، احد ملاك مصانع او مصنع طوب في المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها. وما قالش المنطقة فين، بس احنا بنتكلم على كذا، على التبين وعلى الصف وعلى الشرفة وعلى مناطق هناك طبعا فيها تلوث كبير جدا بسبب وجود المصانع دي. طيب بس هو المازوت ده، هو قال لك انا دفعت فلوس كتير قوي عشان ما اشتغلش بالمازوت واشتغل بالغاز الطبيعي. طيب مصنع زي مصنع الاسمده اللي هم كلهم هناك بيشتكوا منه، بالذات المصنع ده لما اتوجد بيقول لك من 8 سنين واحنا التشوهات عندنا زادت جدا. يعني اشمعنى ده؟ اشمعنى مصنع الاسمده ليه؟ الاسمده بينطلق عنها مجموعه كتيره من الملوثات، من ضمن اول حاجه اللي انا اتكلمت فيها من شويه الملوثات الغازيه اللي هي الانبعاثات بتاعت الغازات اللي بتطلع دي، ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا من الناحيه الصحيه. تاني حاجه
في حاجة اسمها السوائل اللي تنتج منها يعني صرف السوائل ده بيتم دايما في المجاري المائية أو حتى لو تم في مجرى مائي وممكن ينتشر إلى التربة أو ينزل النيل أو كده. قرب المصانع دي من الـ من الـ من الناس اللي ساكنة يعني الناس دي كلت أكلها وصلوا الملوثات دي عبر السلسلة الغذائية. يعني الحيوانات تبقى عندها مشاكل لو ممكن تبص في التربة ممكن تلاقي تربة فيها حجر جيري فيها ملوثات فيها أشياء أخرى في عناصر تقيلة حاجة اسمها ليفي ميتالز عناصر تقيلة في الآخر دي كلها بتصل إلى غذاء الناس.